نسميه عندنا المنقف. المنقف كلمة المنقف يعني كيف تنقف اللبان زين، وهذه اللحية هذا حفاظا على اليد على اساس لا تتعور يدك من ناحية، ورقم اثنين حفاظا على النقفة، نحن نقول هي النقفة. حط يدك اليمنى اليمين على كذا زين، وبشوف كيف اطلع اللبان زين. البداية طول العمر بحال والديك يعني تضرب دائما في وقت الحر، وقت الكيض او صرب زين. البداية نسميها التوقيع، البداية نسميها التوقيع، يسمونها ناس توقيع. التوقيع تستغرق يعني لمدة شهر، يعني اقل شيء لمدة شهر على اساس ان الطبقة هذية تتيابس تطلع زين، مشان تطلع. واذا بعد الشهر على حسب الضغط الحر زين، قد تستغرق 25 يوم، يسمونها الناس السعف. السعف زين، يسمونها الناس السعف. او بعد السعف بعد ال 25 يوم قد تستغرق 20 يوم قد اقل على حسب الضغط الجو، حسب الضغط الجو حتى تتوصل الى 10 ايام او اقل من 10 ايام. بعد السعف عندما تكتمل النقفه اللبان سمعت لا، يسمونها الناس عندنا يعني دوار، يسمونها دوار. كيف دوار؟ معناتها ناجحه مكتمله كذا خلاص جاهزه، يسمونها ناس دوار زين. الكلمه الرابعه اذا خلاص ما تريد اللبان زين، تخليها لمده اكثر من شهر ونص حتى تتياب تطبق الطبقه على الشجره، تطلع فقط اللبان بس زين، فقط تطلع اللبان والطبقه تخليها لاصقه له، يسمونها ناس كشم. كشم خلاص انتهى الموضوع، معناته ما عاد يريدها له، جمع فيها اللبان يسمونها ناس الستمه زين. جزاكم الله خير. الان كيف لعنه تحط يدك وتطلع اللبان، تطلع اللبان بسم الله الرحمن الرحيم، شوف تطلع اللبان زين، طلع اللبان بقيت الطبقه، شفت كيف؟ شفت كيف؟ زين طلعنا اللبان ايوه. بعد ذلك نسعف، نسعف اطلع طبقه برا، شفت كيف؟ الان ان شاء الله تطلع اللبان الجديد، تبدا من جديد.